الثقافه كتنظم يعني اولا تضامن مع عائله الضحايا ديال العمليه الارهابيه، وكذلك العمليه القتل جريمه القتل اللي مشات ضحيتها فاطمه ريحان في افران، وكذلك كل النساء ضحايا الجرائم البشعه ديال القتل وديال العنف البشع اللي تعرضوا ليه الكثير من النساء، وايضا ضحايا ديال احراق الذات بسبب الظلم وبسبب الحقره اللي كيحسوا بها العديد من النساء في بلادنا. ذلك ان نحن اليوم كنربطوا هذه المساله ديال الارهاب وديال العنف المستشر في المجتمع واللي هو النساء ضحيه ديالو بالاساس، كنربطوه مع الواقع ديال الظلم اللي كاين، لان هو اللي كينتجو هو اللي كيتجج يعني ناس واشخاص ضعيفين الشخصيه غير قادرين على التمييز، ويعني كيشكلوا واحد الطعم سهل للحركات الارهابيه والحركات العنيفه، وانهيار القيم في المجتمع بسبب يعني السياسات ديال الدوله في مجال التعليم في مجال الاعلام في كل المجالات هو اللي خلق لنا هذا المجتمع غير الامين، مجتمع فيه ظلم فيه عنف فيه يعني العديد من يعني المشاكل عويصه جدا. كنطالبوا بنضال ديمقراطي اللي كيحترم الحريات، وهذا ماشي كنطالبوا به كنطلبوا من اجله، لان حنا عارفين النظام المغربي ما غاديش من ديته الراس يصبح ديمقراطي، لانه هو ضد الديمقراطيه، هو الاستمرار ديالو ما يمكن يكون مستمر الا بغياب الديمقراطيه. نهار تكون الديمقراطيه في البلاد كنعرفوا بان النظام هذا ما غيستمرش. طبعا في اطار ما يشهده المغرب مؤخرا من جرائم سواء جرائم ارهاب او جرائم من انواع اخرى، انت كتلاحظ في الوقفه كاين على الناس اللي كيموتوا في الهجره السريه، على الناس اللي بحال الحياه اللي مات بالرصاص ديال القوات العسكريه، كذلك الحاله ديال فاطمه ريحان اللي مات في اعلام اثران، كذلك السائحتين اللي ماتوا في هذا. اذا هذه كلها واحد المظاهر ديال تصاعد العنف وطبعا الارهاب، واللي كيخص الوقوف عنده ماشي فقط بالمحاربه فهمتي الامنيه، بل يجب الوقوف عليه بواحد المحاربه شامله اللي كتبحث في الاسباب والجذور العميقه للارهاب، واللي هي بالاساس الفقر والتهميش والاميه والجهل وانتهاك الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه للمواطنين والمواطنات. اذا هذه الوقفه هي واحد الصرخه ضد العنف ضد الارهاب من اجل التسامح من اجل الاخاء ومن اجل التعاون ومن اجل السلام. تقريبا اباده لقبيله ايبوكويا، اباده حرق المزارع حرق المواشي، اين ذهبت هذه التحقيقات؟ تحقيقات ديال محسن موت محسن فكري، تحقيقات ديال موت العتابي الذي نقل على بالمروحيه لتمس معالم الجريمة، أين مجموعة من التحقيقات التي فتحت في هذا الوطن الجارح؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.